اليوم كنقدم لكم نجوم اللوك ديال هدى سعد في هذا الحفل الكبير. لالا ليلى الميك اب ارتست اللي فعلا وجه مشرف في عالم المكياج واللي كتبحث باحثه، وانا عجبني انها مجتهده. كل مره كانت تدير لي المكياج كنحس بانها اختلفت على المره اللي فاتت، اجتهدت، قدمت، كتجيب مواد جديده، كتجيب افكار جديده. وكنشكر ماندو المصفف الشعر النجم المصري اللي جا خصيصا من القاهره باش يصفف لي الشعر ديالي وباش يوقف على الطله ديالي. وكنقول ليه مرحبا بك في المغرب، عندك اخت، وكنشكركم بزاف بزاف. الله يخطيكم عليا، ميرسي بوكو، تبارك الله عليكم، ميرسي. هادو خواتاتي اللي انا محظوظه جدا بالمعرفه ديالهم، لالا الهام ولالا ماجده بن جلون، اللي وقفوا معايا منذ بدايه التفكير، ملي طاحت الفكره في راسي، وهما معايا في جميع التفاصيل. ما غاديش نقدر نوصف قداش كان هذا المشوار فيه بزاف ديال الحب، فيه بزاف ديال الحماس والمفاهمه. وانا سعيده بزاف ومحظوظه اني لقيت فريق عمل رائع، بنات الناس، بنات الاصل. وغادي نخلي لالا الهام تحكي لكم على تفاصيل اللي تعلقات فيما يخص الكوتشوم او الطقوس المغربيه اللي كتخص الختانه او الطهاره، وقولي لنا شي كلمه على هذا. اولا تنشكر هدى لانها هي الاولى اللي كانت بغات هي تتقلب على اشنا هما التقاليد اللي كيديروا الناس، بحكم ان رجلها مراكشي بغات دير التقاليد المراكشيه لرجلها ولوليدها باردون، وبمساعده لمجده حتى هي عاونتنا شي شويه. احنا درنا التقاليد، يعني درنا اي حاجه كتعلق بالختانه، درنا ليها القريشلات، درنا ليها الدبيلجات تاعو على الدين. هذا ما تيعنيش اننا هذا الشيء اللي درنا حنا قبل احتفلنا واحد الاحتفال بيناتنا، هي الناس كيديروا التريد وكتجمع تتجمع لا فامي بروش تري تري بروش، كيكون التريد فاش كيتخت الوليات، وكنديروا لها هي واحد الطقوس يعني دازت منهم وتبعتهم من الحمام للحنه ديالها، لانها لبست القفطان ما مشدودش ما محزمش. المهم دوز دارت كاع 7 ايام هادي وحنا كنديروا لها لو تيست في هذا الشيء كله. هادي تقريبا واحد الشهر تقريبا وحنا في التصاميم ديال هذا الشيء، من اللباس، من اللباس التقليدي. ولا قداش انت يا عظيمه، صيبت لولدي المعماريه ديالو سبيسيال، وصيبت لي انا عماريه جديده ما كايناش بيرسوناليزي، وانا والله العظيم ما طلبت هذه الاشياء. هي دارت لي سيربريز. هي اليوم الاقتراح ديال العراسيه تكون كانت انا جايه ندير الختانه لولدي، قالت لي هدى لا انت عروسه، غادي تكوني عروسه. انا في بالي انني غادي ندير افتتاح ديال القاعه لالا ماجده هي، لكن انتم شفتوني اليوم عروسه، فهذا غيكون الفكره ديال لالا ماجده. وكنشكرها على الحب اللي عطاتني وعلى الحب اللي غمرتني به وخلتني فعلا اختها او حتى بنتها. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.